احنا عندنا طبعا فجوه تمويليه بنبحث فيها ان احنا نكمل عدد فروعنا ال 65 فرع، نكمل نعمل 65 فرع جداد، هيبقى اجمالي عدد فروعنا حوالي 90 فرع في خلال الاربع اعوام القادمه. وده طبعا السبب الرئيسي ان احنا موجودين في البورصه الاسواق الصغيره والمتوسطه، وان شاء الله بمجرد ما توفير الزياده التمويليه دي هيبقى انتقال دايركت على السوق الرئيسيه ان شاء الله. يعني اعتقد ان احنا ان شاء الله في خلال ان شاء الله العام ان شاء الله نكون موجودين في البورصه الرئيسيه باذن الله. الفجوه التمويليه قد ايه والاستثمارات المطلوبه للوصول الى هذا العدد من الفروع؟ احنا الفجوه التمويليه 50 مليون بالظبط. هنعتمد على التمويل ده وهنعتمد على ارباح الفروع اللي هتتعمل جديده عشان نسد الفجوه التمويليه. والاستثمارات الاجمالي حوالي 90 مليون.